بتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ودائمة بإذن الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد السيروم كنز هو المفضل عندي، ديما كنستعملوه ما كيخطانيش من الدار. هاد السيروم متكون من حد الفيتامين اللي هو لفيتامين او. كنتمنى انكم تدخلوا الانترنت وتقراو مزيان على هاد لفيتامين. هاد السيروم يمكن نستعملوه على جميع انواع البشره بلا ما نخافوا من حتى شي حاجه، وكاع المكونات اللي عندنا في هاد السيروم فهما طبيعيين 100%. المكون الرئيسي هو لفيتامين او، وكما كيقولوا ليه فيتامين الجمال. صراحه ما كذبوش، هاد الفيتامين كيدخل في جميع المكونات ديال كاع المنتوجات التجميليه، لي برودوي كوزميتيك كاملين. كنتحداكم انكم تدخلوا تشوفوا المكونات ديال شي برودوي عندكم غالي في الدار، فنتحداكم الى ما لقيتوش لفيتامين او. علاش؟ حيت الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى، وخصنا نهار باش نذكروا كاع الفوائد. فانا غادي ندير فيديوهات اخرى وغادي نتحدث على هاد لفيتامين. الفوائد ديالو كثيره ومتعده، فهو كيأخر ظهور علامات الشيخوخه، كيحمينا من جميع العوامل اللي كتضر البشره منها اشعه الشمس، التدخين، الارهاق. كيرطب البشره الجافه خصوصا صحاب البشره الجافه بحال طريقه سبحان الله عجيبه. كيقلل التجاعيد خصوصا الناس من 40 عام الفوق، فما يخطاهمش، كنصحهم به بزاف بزاف، حيت عنده سبحان الله واحد القدره كيقاوم الجذور الحره. سا فو دير كيرجع الشباب للبشره، وكيعطيها ديك الرونقه وديك الاشراقه ديالها باذن الرحمن وسبحان الله. السيروم غادي نحتاجو ماء الورد، هو ماء الورد. عندنا 3 معالق صغار ديال ماء الورد، 3 معالق صغار، وعندنا نصف ملعقه غادي نعبرها ماء الورد عندي معبور. انا غادي نعبر نصف ملعقه صغيره ديال زيت الزيتون، وغادي ناخذ الجليسيرين ديال المبالاج ديالو. الجليسيرين انا كناخذ هاد لا مارك، هادي هيماني، هي زوينه بزاف. ناخذ منه غير نصف ملعقه، باش كيعجبني شنو كيعجبني في هاد لا مارك، الزيت ديالها ثقيل بزاف. ملي تشوف شي زيت ثقيل عرفوا بلي مزيان بزاف، عرفوا بلي حر. وهنا عندنا لا فيتامين او، غادي نديرو ملعقه صغيره ما عمراش. صافي، غادي نحركوا هاد المكونات مزيان، ناخذوا وقتنا في التحرك، غادي نحركوهم مزيان حتى غادي نحصلوا على واحد السيروم وغادي نرجع معكم. صافي البنات، هذا هو السيروم، انا عملته في هاد القريعه. هاد الكميه هادي كدوزنا سيمانه، وابري نديرو كميه اخرى. كابليكيوه على الوجه ديالنا ومنطقه العيون والعنق، ما نساوهمش حيت هما اللي كياكلوا الدق وكيسكون التجاعيد على بكري في ديك المناطق. نبقاو نمصيو مزيان حتى نحسو بالبشره ديالنا كتابسوربي هاد العناصر هادو ديال هاد السيروم. ندو لكم مزيان وصافي نعسو. نديروه كل ليله، مثلا هاد الكميه كدوزنا سيمانه نديرو كميه وحده اخرى. وهاد المكونات راهم رخاصين علاش نحرمو ريوسنا، فكل قريعه كتمن 30 درهم. دوزنا شهرين علاش نمشيو نشريو حنا واحد الكريم ايدغاتونت ولا كريم دو نوي ب 500 درهم وهي عامره غير بالسموم. فهذه هي النصيحه ديالي، كنتمنى انكم تجربوه ما غاديش تندموا،
وما تنساوش تجاوبوني بالتعاليق وتشتركوا في القناة ديالي باش تساندوني وتجوني حتى انا باش نجيبكم دائما الجديد، وشكرا.